ما عندي حدش، مابقاش عندي ما نصرف على وليداتي واش باش ناخذ الدواء. ديت معايا 30000 ريال في جيبي، بغيت كندور الناس كنعاود لهم كنشكي عليهم وداك الشيء في الطوبيس في كل عطاني 100 درهم 50 درهم تجمع عليا الناس يتعاونوا معايا. خرجت بنيتي اول عام عندها الباك، خرجتها من راسها باش تقابلني وتشد لي الدراري الصغار. السلام عليكم. الاسم ديالي فاطمة القوق، كنت بالصحيحة ديالي، كنت كنخدم على وليداتي. دابا جا المرض الحمد لله، ما عندي حدش، ما بقاش عندي ما نصرف على وليداتي واش باش ناخذ الدواء. درت في السكانيرات تعيت، شريت في الدواء تعيت، دابا ما بقاش عندي. دابا طالب ليا الطبيب سكانير. فاش كنت عندي في الوالده حاشاكم بريت منه مده الشهر، رجع ليا. ملي رجع ليا انتشر ليا في الدهن ديالي كلها، انتشر ليا في الكبده ولات كلها ولاسس، انتشر ليا في المسرح الكبير ولات كنحط عاد الدم، وعندي ولسيسه تحت الضلعه. الحصص ديال الشيمي وصلت دابا شي 5 وما تنقصات ما والو. كيقول لي الطبيب نطلبوا من الله باش تنقص وصافي، ما عندنا ما نديرو. جميع الدواء ديال الصداع كناكل فيه وما نزلش ليا الصداع. كنطلب من الناس خوتنا المحسنين جميع العالم اللي بغيت يتعاون معايا، الله يرحم لي الوالدين. راه جيت لي شوف الحاله ديالي كيفاش دايره، فاش نعيشها. الحمد لله كنت كنخدم في الفابريكا على وليداتي، كنت كن داك باش معطى الله كنعدي معاهم، ما عندي حد. الشلال اللي كنت كنصير عليهم، عندي 4 الوليدات. البنيه الكبيره خرجتها عندها الباك، خرجتها منه. دابا مابقاش عندي ما نصرف عليهم، مابقاش عندي باش نشري الدواء. دابا السكانير هاد الاخر طار بيطي، ما عنديش باش ندير. وجالسه مع الوالده، كنعدي واحد 1.5 مليون باش راهن، انا خسرته حيت طلقت الرهن وخسرته في السبيطار باش بديت. دابا جالسه مع الوالده ديالي، مرا كبيره هي والحاله عيانه، اللي بغى يشوف الحاله ديالي غيجي يشوفني انا فاش عايشه. هادشي اللي كاين، اي داكشي اللي كاين كنعيشو به وصافي. مع الوالده كتنديب بانوس لا تعني، والناس اللي كنت نخدم معاهم تما كيرافعوا عليا شحال قدهم يعطوني. داكشي اللي كاين كيجمعوا لي باش كنشري داك الدقيقه لوليداتي وسكيكره وداكشي. المصروف والمرض هادشي دواء غالي بزاف. سكانيرات دابا انا كنعالج في كلينيك، كيبقى يقول لي خلصينا خلصين. دابا انا ما عنديش باش نخلص، مره كيبقى يتسالوني، مره كيتعاونوا معايا الناس، كنلقى شي حد شي محسن كيتعاون معايا، مره كنشكي على شي حد كيتعاون معايا. صافي هادشي اللي كاين. كل حصه كنخلص فيها داك العشرين في الاشعه كنخلص في. دابا انا كنعالج في كلينيك، المركوب غالي، الطاكسيات كنبات عارف في الوطيلات، كنبات في الوطيل فين كنبقى. دابا ولا عندي فقر الدم، دابا زاد الدم هاد السيمانه، ما بغاوش يديروا ليا الحصه ديال الشيمي وتنزيد الدم. وما عنديش، ديت معايا 30000 ريال في جيبي، بقيت كندور الناس كنعاود لهم كنشكي عليهم وداك الشيء في الطوبيس في كل عطاني 100 درهم 50 درهم تجمعوا عليا الناس يتعاونوا معايا. تكمل ديك 40000 ريال، بقى كيتسني كنينيك ديك 13000، حسبوا لي 60000 قال شي حاجه. صافي غير جاتني على خنشه وحده ديال الدم درتها صافي، هذيك ما خلصش داك الكريدي الاخر. هادشي اللي كاين، ومركوب ومصاريف كثيره. درت سكانير ب 65000، درت واحد ب 32، واحد ب 22، واحد ب 32 دويان فاني تاع الصداع. عندي واحد كنشري ب 440 450 كيديني مثلا من ليل ونهار، ليله ونهار. صافي الوليدات كنلقاش بنصيفطهم للحمام. هاد اللي بغى يشوف الحاله ديالي يجي تعرفني انا في كيفاش في كاينه، كيعيشوك وكيبقى يبكي وداك الشيء.
واحد السيدات هكا كيخدموا معايا مساكن، كيدوروا للناس اللي كيخدموا كيلقطوا لي ديك البراكه، كيجيبوا نجيب ديك الخنيشه ديال الدقيق كندير مع شويه الخبز واتي وداك الشيء. هذا الشيء اللي كاين. كنطلب من الناس ايش اللي بقات فيه الحاله ديالي، اللي بغى يتعاون معايا الله يرحم لي الوالدين، اللي بغى يشوف فيا الوجه لله، اخوتنا المسلمين من جميع العالم والمحسنين، اللي بغى يعرفني السكنه ديالي والحاله وفي كيفاش كنعيش جالسه مع الوالده وعندي اربعه الوليدات. خرجت بنيتي اول عام عندها الباك، خرجتها من المدرسه باش تقابلني وتشد لي الدراري الصغار. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.